الكثير من الأمهات العاملات يعتمدن كل الاعتماد على الفئة المساعدة في المنزل للاهتمام بالأطفال أثناء التواجد خارج المنزل، ويستخدمن لمراقبة ما يجري أثناء غيابهن كاميرات مراقبة خاصة تعمل عبر الإنترنت. والسؤال هو إلى أي درجة هذه الكاميرات آمنة ولا يمكن اختراقها من قبل القراصنة؟ نعرف الإجابة مع يوسف وضيفه. تفضل يوسف. بالتأكيد دينا، شكرا لك. اليوم سنتناول موضوع مهم وهو كاميرات السي سي تي في للمراقبة، ويجب أو يجيبنا طبعا على هذه الأسئلة محمد أبو خاطر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فاير آي. أهلا بك معنا اليوم. كثير من الأمهات والأهالي يستخدمون هذه الكاميرات لمراقبة الأطفال المنزل أثناء تواجدهم خارج المنزل، إلى أي مدى هذه الكاميرات وهذه التقنيات آمنة على المنزل ولا يمكن قرصنتها؟ نعم، شكرا يوسف. زي ما وضحت حضرتك، موضوع الكاميرات هي شيء مهم الحين في تغيير التكنولوجيا، وهي سلاح ذو حدين، وهناك اهتمام كبير من قبل حتى الحكومات بما يسمى بالسمارت سيتيز أو بالمدن الذكية، بتوفير هذه التكنولوجيا لعدة أسباب. أحدها هي توفير شعور بالأمن. بالأمن، نعم، هذا واحد منها. الشعور الثاني أو الهدف الثاني هو إعطاء الفرصة لمن هم يغيبون عن منازلهم لفترات طويلة لمراقبة ماذا يحدث في المنزل عندما يغادرون، للتأكيد على أمن أولادهم أو ما يحصل في المنزل خلال النهار. طيب، هل هذه الكاميرات آمنة قابلة للقرصنة بناحية أخرى، أم يمكن أن تكون آمنة فعلا على المنزل وتوفر كل الأمان ونستطيع من خلالها المراقبة بكل سهولة؟ نعم، للأسف التكنولوجيا بشكل عام هي سلاح ذو حدين زي ما ذكرت لك، لكن هل يمكن قرصنة الكاميرات؟ نعم، ممكن قرصنة الكاميرات. طيب، كيف نتجنب ذلك؟ نعم، المشكلة في هذه الكاميرات هي طريقة تواصلها مع الخادم الرئيسي أو ما يسمى السيرفر. هل يمكن أن تشرح لنا الطريقة التي يتم التواصل؟ نعم، الكاميرات تتخاطب مع المستخدم بشكل عام، إما عن طريق لاسلكي أو عن طريق الواي فاي. الواي فاي أو عن طريق التوصيلات اللي هي النتورك في المنزل أو هاي. التحدي أو الصعوبة في الموضوع أنه تحتاج إلى سحب هذه الصور أو التسجيلات بالمنزل عندما تكون خارج المنزل. عندما تكون خارج المنزل معناته أنت تحتاج إلى حصول على هذه الصور وأنت بعيد عن منزلك عن طريق الإنترنت. صحيح. في الأماكن العامة. هنا يبدأ التحدي الحقيقي، لأن المقرصن يستطيع الدخول بين الميديا أو طرق التواصل بين جهازك في المنزل أو جهازك في العمل، فيستطيع سرقة هذه المعلومات لتخدم أغراضه الشخصية أو حسب أهمية هذا الشخص أو هاي. فيجب دائما أن يكون هناك وقاية أو طرق يتبعها المستخدمين للحماية. ما هذه الطرق؟ نعم، للأسف معظم هذه الأجهزة التي توجد في منازلنا تكون يا إما تستخدم ما يسمى الأوبريتنج سيستم أو الجهاز أو البرنامج المشغل له قديم ويحتوي على ثغرات أمنية كثيرة. يجب على المستخدم دائما بتحديث هذه البرامج في هذه الأجهزة أو في الكاميرات للحصول على آخر التحديثات التي تقوم برد أو صد هذه الهجمات الإلكترونية من بعض القراصنة. كمان طريقة مهمة جدا هي استخدام الباسوردز أو كلمات السر المعقدة. يجب أن لا تحتمل دائما على المعدة مسبقا من المصنع، ويجب تحديثها بشكل مستمر لتجنب السماح لهذول القراصنة بالدخول وسرقة هذه الصور أو طيب، كيف أعرف أن الكاميرا اللي عندي في البيت مقرصنة أم لا؟ هل هناك طريقة؟ للأسف هذه من شيء من خلينا نحكي من شبه المستحيلات، لكن نرجع مرة ثانية نحكي الوقاية خير من ألف علاج. إذا يعني ما نجيب كاميرات البيت. الكاميرات ضرورية، هي سلاح ذو حدين، لابد منه، يعني زي ما نحكي شر لابد منه للأسف، بس هو ضروري. وأنا أعرف كثير من القصص، الكاميرات ساعدت في حماية كثير من المنازل ضد أمور كثيرة، سرقة أو لا سمح الله حرائق أو مثلا اعتداء على أطفال أو شيء هاي، فهو ضروري وجودها. لكن دائما نتبع
التوجيهات والنصائح المقدمة من مقدمين الخدمة مثل الاتصالات ودو تيليكوم، دائما في توعية مستمرة للمنازل والمستخدمين بالمنازل بتحديثات، باستخدام كلمات سر معقدة لوقف هذه الهجمات ومنعها من دخول المنازل. طيب كيف أعرف إذا كانت هذه الكاميرا التي سأشتريها من النوعية الجيدة أم النوعية الرديئة؟ نعم. وهل هي من النوع مثلا الذي يسهل ربما الوصول إليه من خلال عمليات القرصنة أم لا؟ نعم، هو في الحقيقة من الصعب جدا تحديد نوع معين أو شركة معينة لإنتاج هذه الكاميرات، لكن هناك بعض الأسامي المشهورة المتوفرة بدون بالسوق. ذكر هذه الأسماء بدون ولكن طبعاً. ولكن هل هناك طريقة لمعرفة الكاميرا الجيدة؟ نعم، الأسماء بالسوق معروفة بدون تحديد الأسامي زي ما تفضلت، لكن أنا أتوقع لو أنا شخصيا لو أريد أن أحضر كاميرا أتوجه إلى أقرب مورد للخدمة عندي في المنزل اللي هو سواء اتصالات أو دو. اتصالات أو دو محكومين بوزارة الاتصالات وهم دائما حريصين على وضع المعايير والمقاييس اللازمة للأمن داخل المنزل حتى وأنت خارج المنزل. يعني ننصح بالتوجه إلى مزودي الخدمة. نعم، هذه أنا لا أريد تصويق لهم، لكن نعم. في النهاية هذه طريقة من الطرق. إذن محمد أبو خاطر مدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فاير آي، شكرا لحضورك معنا، كل التوفيق لكم فيما تقدمه. شكرا لك. شكرا.